الخير وصباح الابتسامة وصباح أجمل تواصل معاكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت. أطلع عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم جاي الضحى. اليوم صباحنا مختلف، صباح الأفراح والأعياد المستمرة بإذن الله منذ لحظة حضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه ورعايته لمراسم رفع العلم بقصر بيان يوم أمس الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. وهذه ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم. وانطلاقا من هذه المناسبة نحب نهنئ المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وندعو أكيد كل متابعينا من خلال شاشة تلفزيون الكويت أن يتم رفع علم الكويت في كل بيت. وأنا لاحظت يعني من أمس ما شاء الله زينة بلشت تزين البيوت بألوان علم الكويت، وهذه لقطات أيضا قاعد تتابعها مع بعض في هذه اللحظات المناسبة والمميزة والغالية على قلوبنا. ودائما نتمنى الخير والسلامة والأمن، والله يدوم هذه النعمة علينا على أرضنا الغالية الحبيبة الكويت، والله يدوم علينا الأفراح. شهر يعني فبراير دائما يكون مع الانطلاقة من خلال الحفلات والأعياد الوطنية والاحتفالات. ومن هذه اللحظة اللي يعني تم من خلالها أمس رفع علم الكويت عاليا من قصر بيان تحديدا، انطلقت الاحتفالات الوطنية وفي كل محافظات دولة الكويت نحتفل بالأعياد الوطنية والكل يتنافس في تقديم الأفضل بهذه المناسبة. الله يدوم علينا هذه الأفراح. ودائما الكويت عروس الخليج، وكل عام والكويت وأهل الكويت بألف خير. ننطلق معكم من خلال فقراتنا، والبداية راح تكون عن الأمن والسلامة مع الأستاذة مي الضفيري من طبعا الطوارئ الطبية. حياك الله معنا ومنورتنا مرة ثانية في الاستديو وفي كل يعني لقاء. بصراحة أنا استمتع من خلال المعلومات اللي تقدمينها لي، وأيضا حق اللي قاعد يتابعونا. اليوم موضوعنا راح يكون عن الكسور والجروح، وخاصة الحين فترة عطل والناس كلها قاعد تروح البار، ولا سمح الله أحيانا ممكن تصير حوادث، فشلون ممكن احنا نتعامل مع الكسور بشكل خاص؟ طبعا من الأشياء اللي ممكن تواجهنا قدام احنا بعطلة ومستانسين واحتفالات وطنية جايتنا، فلازم نتبع قواعد الأمن والسلامة، بالأخص مرتادي المخيمات وكذلك مرتادي
الشاليهات. فمهم ان احنا لما مثلا نستخدم البقيات او الدراجات الناريه نتوخى الحذر بهالامور طبعاً. لان من الامور اللي تسبب لي كسور، وكذلك هم الالعاب العاليه المرتفعه بالاخص حق الاطفال، ان احنا يعني ندير بالنا على عيالنا شوي ونحتاط وناخذ الامن والسلامه بهذه الامور فعلا. لكن في اشخاص استاذه مي ما يفرقون ما بين الكسر والرضع، شلون ممكن احنا نفرق بينهم؟ طبعا الكسر والرضع نوعا ما في بعض الاحيان متشابهين. أوكي. ولكن الكسور القويه ممكن يسبب لي احمرار في المكان، سواء بالايد او القدم او اي جزء من اجزاء الجسم. أوكي. كذلك تشوه المكان. أوكي. مثلا نحس ان المكان وارم شوي، وارم شكله متغير، هني حط ببالي انه ممكن انه يكون كسر. أوكي. وهم نحط ببالنا ان الاعراض تختلف من شخص الى اخر. لان في ناس لما يتعرض لاي حادث هرمون الادرينالين يكون مرتفع، فما ما ما راح يحس بالالم. اوكي، ممكن انه يتحرك عادي ومع انه يكون في كسر، ولكن بعض الوقت لما ياخذ وقته راح نشوف انه هو راح يتعرض للالم، الطرف المصاب ما يقدر يحركه، فهذا دليل على انه وجود كسر. هل حركته ممكن تاثر سلبا على مكان الكسر؟ طبعا. ممكن انه يصير يكون كسر بسيط يتحول الى كسر مضاعف. حلو، لكن لازم يعني تكون جنطه الاسعافات الاوليه معانا في اي مكان نروح له حتى في البيت. ودي اعرف شنو اول اجراء ممكن احنا نسويه عقب ما نتصل على طبعا الطوارئ، شنو اول اجراء نسويه؟ طبعا اول اجراء احنا نسويه ان احنا نطمن المصاب. اوكي، هذا اول شيء. الشيء الثاني ان نشوف المكان، هل هو مكان خطر او غير خطر. اذا كان المكان خطر لازم نبعد المصاب عن مكان الخطر. حلو. ومهم مهم مهم ان احنا نثبت الكسر. حلو. اوكي، الحين راح اطبق عليه فاطمه شلون تثبت كسر الايد. يلا اليوم بتبرع علشان طبعا نوضح بطريقه يعني عمليه اكثر شلون ممكن تعامل مع اي كسر. طبعا هذه القطعه ممكن احنا نستبدلها بملفع او قطره او شماغ او اي او سكارف، كلها تؤدي كلها تؤدي نفس الغرض. حلو، بهذه الطريقه بس تثبتي الايد كذي. اوكي، بهالطريقة الجزء المثلث هني. حلو، خلي ايدك كذي، نحاول ان احنا ما نحرك الايد، ندخل الايد داخل بهذه الطريقة. اوكي، كذي. راح تخترب تسريحتي ولا لا؟ راح احاول انه ما راح اخربها، واحاول ان انا الاهم ان احنا نوضح الايد. اضم الايد للجسم. اوكي اوكي، واربط. ما راح اخرب تسريحتك بهذه الطريقه. كذي انا ثبتت الايد. حسيت انه كانك رديتيها شوي لورا. ايوه، ثبتت الايد. أوكي. على الجسم، فهني انا اضمن ان الايد ما تتحرك. أوكي. هل الشده من ورا تكون اقوى من كذي ولا اقوى عشان تسريحتك ما تخترب؟ فبكذي انا ثبت الايد. نعم. طبعا انا ممكن استفيد من الاشياء اللي حولي في تثبيت الكسور. مثلا عندي قطعه خشب، عندي بطل ماي، كتاب. نعم. اي شيء عندي ممكن انا استفيد فيه بتثبيت الكسر احاول ان انا استخدمه واثبت الكسر. مهم ان احنا ما نحرك. نعم. التحريك مثل ما قلنا يعني تقصدين مثلا قطعه خشب احطها هني، قطعة مثلا خشب وألفها. سواء الايد او أوكي. القدم. اوكي، قطعه خشب، بطل ماي، اي شيء انا عندي ممكن انا استفيد منه ان انا اثبت، اسوي منه جبيره اثبت فيه الكسر. حلو. ودي اتكلم بعد عن اكثر الاخطاء الشائعه اللي مرت عليك يعني من خلال خبرتك في هذا المجال اللي تصير وقت الحوادث الخاصه بالكسور. طبعا من الاخطاء الشائعه واكثر شيء تصير بحوادث السيارات ان الشخص اول ما يصير له حادث على طول الكل يتجمع يبي يحركه ويطلع من السياره. التحريك الغلط يسبب كسور مضاعفه، فدائما نحرص ان احنا ما نحرك اي شخص سواء حادث سيارة أو مثلا أطفال لما يطيحون، وأغلب الأهالي يسوونها. إذا الطفل طاح يقول لك يلا قوم تحرك، حرك ريلك أو حرك إيدك. لا، يلا ما فيك شيء، هذا خطأ. نعم. لازم أنا أروح حق الشخص المصاب
أسئلة، هل في ألم، مدى الألم، يقدر يحرك الطرف ولا ما يقدر يحرك، وأحرص أنه ما أحركه. حلو. هل في نموذج ثاني في التعامل مع الكسور؟ يعني كإجراءات وقائية في الإسعافات الأولية بالنسبة لكم، ولا بالنسبة بس هذه الطريقة اللي سويناها؟ يعني إحنا كإسعاف أولي، نعم، الحق عامة الناس أهم شيء أن نثبت الكسر. حلو. كلمة أخيرة أكيد عندك أستاذة مي تقدمينها حق كل متابعينا، وخاصة موضوع التعامل مع الكسور. طبعا أرجع وأقول أدري كلنا أهل فزعة، وكلنا في حالة الحوادث أن نسعى أن إحنا ننقذ الشخص، ولكن دائما نحط ببالنا أن الشخص إذا سوى حادث ما نحركه من مكانه، لأنه ممكن يصير عندي كسر مضاعف. صح. في حالة احتجت للطوارئ ما تنسون رقم الطوارئ 112. شكرا لك، وناظرين زيارتك الثانية لنا إن شاء الله في شاي الضحى. نطلع معكم هذا الفاصل، وإن شاء الله راح تواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. فعاليات يوم المرأة الكويتية، موضوع حديثنا القادم مع المهندسة أفراح المطيري، منظمة فعالية يوم المرأة الكويتية وعضو في جمعية المهندسين الكويتية. موضوع حديثنا القادم مع الأستاذة نرجس الشطي، رئيس فريق إيجابية كويتية التطوعي، والأستاذة لمياء الحنيان، أمين سر فريق إيجابية كويتية التطوعي. المواهب الشبابية المتميزة المحتاجة أن احنا نسلط الضوء عليها. تابعونا من خلال برنامج شاي الضحى كل يوم أربعة، نسلط الضوء على هذه المواهب. رجعت أتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. في كل أسبوع تأخذنا زميلتنا هدي المسليم بجولة مميزة مع شخصية نسائية مبدعة وعندها موهبة. خلينا نشوف اليوم هديل مسلط الضوء على أي موهبة. تفاصيل كثيرة تابعوها في فقرتنا الجاية. خير مشاهدينا، وحياكم الله من خلال فقرة المواهب. اليوم راح نتكلم عن لعبة المبارزة وعن لاعبة تميزت في هذه اللعبة. المبارزة ريم الشطي بدأت مشوارها قبل 6 سنوات في لعبة المبارزة، وكانت أول بطولة لها عام 2018 وحصلت فيها على الميدالية الذهبية. ومن هنا بدأ مشوارها في لعبة المبارزة وحصلت على ميداليتين ذهبيتين والمركز الأول، وآخر مشاركاتها وبطولاتها كانت مع بطولة الشيخة نعيمة الصباح في بطولة المرأة السادسة الخليجية المقامة بالكويت، وأيضا قدرت تتميز وتبرز في هذه البطولة مع الميدالية الذهبية. تطمح ريم الشطي إلى أن تكون إحدى أهم المبارزات في دولة الكويت، وأيضا تطمح أنها تشارك في بطولات عالمية. هي شاركت في بطولات من قبل مثل البطولة الآسيوية في طوكيو والبطولة العالمية في بودابست. وأحدى أهم طموحات المبارزة ريم الشطي أنها تشارك في بطولة الاتحاد الدولي للمبارزة وتحصل على المركز الأول. ولعبة المبارزة تحتاج إلى دقة وتركيز ومهارة وتدريب عضلي وجسماني، وأيضا نظام تغذية مختلف. وتعتبر لعبة المبارزة إحدى أهم الألعاب العالمية التي تستقطب فئة الشباب. ومن هنا نتمنى التوفيق للمبارزة ريم الشطي في مشوارها وطموحاتها ومشاركاتها في بطولات عالمية، وطبعا هي قدوة لجميع البنات من سنها في أنهم يحققون طموحهم.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، أتمنى أنكم استمتعتوا وتعرفتوا على المبارزة ريم الشطي وعلى أهمية تحقيق الطموحات من خلال هذه الفقرة. نجعل الاستديو مع برنامج شاي الضحى، مع السلامة. رجعنا معكم مع ضيفتي اللي منورتني في الاستديو، والحديث عن يوم مميز للمرأة وتنظيم فعاليات مميزة كعادتها السنوية. جمعية المهندسين الكويتية راح تحتفل الأسبوع الجاي بيوم المرأة الكويتية بتسليط الضوء على كل إنجازات المرأة الكويتية. علشان كذي اليوم معايا في الاستديو المهندسة أفراح المطيري، وعندها أكيد حديث مميز عن هذا اليوم، وهي عضو في جمعية المهندسين الكويتية. حياك الله معنا أستاذة أفراح ومنورتنا. صباح الخير جميعا ويعطيكم العافية. صباح الورد. في البداية ودنا نتكلم عن الفعاليات اللي كانت في السنة اللي طافت، وكان في حضور مميز لماما أنيسة من خلال يوم المرأة الكويتية. كلمينا شلون كان التنسيق وشنو كان الموضوع اللي حابين تتكلمون فيه في السنة اللي طافت؟ أول شيء العام اللي فات كان شعار فعاليتنا هي ملهمات كويتيات. حلو. ولهذا السبب احنا اخترنا خصيصا ماما أنيسة لان هي رمز للالهام طبعا، فاستقبلتنا بصدر رحب واستقبلتنا ببيتها في يوم مميز. نعم. كان لقاء بسيط وخفيف وكله حكمة ونصائح لنا كسيدات مجتمع شابات. نعم. نطمح لمستقبل أفضل. فهذه كانت الفكرة أن تكون ملهمة كويتية. نعم. رمز كويتي عريق ماما أنيسة، والذكريات لكواليس هذا اليوم كانت جدا جميلة. نعم فعلا، يعني اخترتوا رمز مميز أم الكويت ماما أنيسة اللي لها حضورها وكاريزما وبصمتها الخاصة من خلال رسالتها اللي قاعد تقدمها في الإعلام للإعلاميات، وأيضا للمرأة الكويتية من خلال ثقافتها، من خلال حبها واحتوائها للجميع. ودنا نتكلم عن هذه الكواليس، قلتي في كواليس عندكم كانت، فشنو الشيء المميز اللي ما تنسينا في هذا اللقاء مع ماما أنيسة؟ هو يعني كان عنصر مفاجأة للأمانة. العام لم يطرح اسم ماما أنيسة ضمن جدول برنامج الحفل. السبب كان عنصر مفاجأة. نظمنا أنا وصديقاتي المهندسات منظمات فعالية يوم المرأة، اخترنا ماما أنيسة وسوينا فيديو خاص باللقاء عن طريق ريبورتاج مدته أقل من دقيقة ونص. فهذا الفيديو كان من أكثر الفقرات تميزا في الفعالية. فالكواليس بحد ذاتها كانت المفاجأة، عنصر مفاجأة. يوم الفعالية العام السابق كان 6 فبراير، في نص برنامج الحفل تم وضع الفيديو مفاجأة للجميع. فكلماتها، إلقائها العفوي، الشكر اللي كان فعلا معبر ومشاعر مختلطة. نعم. للأمانة فعلا، يعني ماما أنيسة هي من الشخصيات الملهمة بالنسبة لي. وأيضا محفزة، دائما عندها الطريقة اللبقة المميزة في تقديم النصيحة، في الدعم. أيضا محفزة للمرأة الكويتية في أنها تقدم أفضل ما عندها في يعني كلمات دائما مميزة ومعبرة، كلمات فيها حنان، فيها دعم أيضا، وفيها حب لهذا الوطن. أودنا نتكلم عن شعاركم لهذا العام، شنو راح يكون إن شاء الله؟ إن شاء الله تدرجا للإلهام، كويتية ملهمة. نعم. راح تكون المرأة في مستقبل الرؤية التنموية. نعم. بما أن المرأة قادرة على أن تكون ملهمة ومفكرة، ما يمنع أنها تكون مخططة لمستقبل أفضل. فشعارنا من هذه الفكرة أتت. حلو، وراح تكون إن شاء الله الفعاليات ومتى بالضبط؟ إن شاء الله راح يكون يوم الأحد القادم، تاريخ 2/2/2020، في قاعة مارينا
قاعة الشيخة سلوى الصباح، ستقام إن شاء الله ابتداء من الساعة 7 مساء. الدعوة عامة راح تكون؟ أكيد، حياكم الله. الله يوفقكم يا رب والله يحييك. أستاذة أفراح، ودنا نتكلم على الأنشطة اللي راح تسوونها خلال هذا اليوم. هل في ورش عملية يعني لدعم المرأة وتطوير مهاراتها؟ أكيد، إحنا الفرق بين العام وهذه السنة اخترنا يوم يسبق الفعالية اللي هو يوم السبت، راح يكون ورشة عملية راح تكون مختصة فقط، ليست دعوة عامة، لأن تكون فيها تسجيل وحضور وشهادة حضور للورشة كأي ورشة عملية. تم التسجيل وتم اكتمال العدد، مشتركات العربيات والمهندسات أيضا والمنظمين، فراح تكون برنامج ما شاء الله حافل من ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى 5 في مقرنا لجمعية المهندسين في قاعة الأوديتوريوم اللي عندنا. إن شاء الله ودي أتكلم أكثر عن هذه الورشة اللي ما شاء الله صارت فول الحين، خلاص اكتمل العدد. شو راح تقدمون للمرأة الكويتية من خلال هذه الورشة؟ زميلات المهندسات نظموا برنامج ومقسم إلى فقرات، بينهم أنشطة وفعاليات لتمكين دور المرأة الكويتية، وبنفس الوقت راح يكون في فرصة للتعارف مع المشاركات العربيات اللي راح نستضيفهم إن شاء الله في اليوم الفعالية نفسها. إن شاء الله. ودي أتكلم أكثر أستاذة أفراح عن دور جمعية المهندسين الكويتية في دعم فعالياتكم، في دعم المرأة وتشجيع المرأة لإبراز مهاراتها وإبراز دورها في المجتمع. أكيد طبعاً، أول شيء نبارك حق رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل لاختياره كرئيس اتحاد مهندسين العرب. وبهذه المناسبة هو ممثل للعرب، المهندسين العرب، وممثل لجمعية المهندسين. فإحنا دائم وأبداً جمعية المهندسين تحرص على أنها توثق هذه الفعاليات لو بالسنة مرة. المرأة يعني تستحق التكريم على مدار السنة مو بس يوم، ولكن نقدر نختصر كل هذه الأشياء ممكن في يوم لتكريمها، لإبراز مهاراتها، فكرها، وهذه الأمور. هالسنة يعني كان في انطلاقة أيضاً من خلال بحثي عن الموضوع وفعالياتكم في هذا اليوم، في توسعة أيضا من خلال تركيزكم على إنجازات المرأة وطلعتوا من نطاق الكويت، وأيضا في تركيز على دور المرأة العربية بشكل عام. كلمينا عن الشخصيات اللي راح تتكلمون عنها أو الشخصيات اللي راح تحاضر معاكم على النطاق العربي. مثل ما قلت لك، بما أن رئيس اتحاد العرب هو مهندس كويتي، مهندس فيصل العتل، فإحنا حبينا بمشاركة باتخاذه لهذا المنصب أن نوسع نطاق يوم المرأة. هي فعلا كويتية، يوم المرأة الكويتية، ولكن ما يمنع البنت الكويتية أنها تشارك إنجازاتها مع أفكار أخرى سواء كانت خليجية أو عربية. فالمرأة بشكل عام هي عندها روح الجماعة، توثيق لروح الجماعة، ما يمنع أن نشارك مع المهندسات والمبدعات سيدات المجتمع العربي. نعم، شو اللي راح يتشاركونا مع بعض يعني بالضبط؟ أنا ودي أعرف تفاصيل أكثر، شو المواضيع اللي راح يتم مناقشتها في هذا اليوم؟ في الأعوام السابقة احتفاليتنا خصيصا ليوم المرأة الكويتية لتعزيز إنجازاتها، يعني مثل توثيق تاريخ الكويت إنجازاتها. وسعنا النطاق للمشاركات لأن كان الهدف منها تحزم رؤية صاحب السمو المفدى برؤية الكويت جديدة عام 2035. فالمستقبل لابد من أن نطلع برا نطاق محيطنا، لازم نتشارك بأفكار والخبرات أيضا. بالضبط، فهذا من هذا المنطلق حبينا أن نوثق هذا الشيء بأفكار عربية وروح الجماعة جميلة يعني. من خلال تنظيمك أستاذ أفرح لهذه الفعاليات واحتكاكك في سيدات كويتيات وعربيات عندهم إنجازات كبيرة في كل المجالات تقريبا، من وجهة نظرك شلون شايفة دور المرأة الكويتية في أنها يكون لها دور في المجتمع وتترك بصمة في المجتمع أيضا؟ المرأة بشكل عام أنا أؤمن بأن سبحان الله المرأة كائن عنده طاقة كبيرة،
لو قدرنا نستغل هالطاقة في شيء إيجابي، شيء يدعم ويساعد على إنجاز وإبداع للمستقبل، فسبحان الله راح تعطي وعندها قدرة عطاء من وجهة نظري إن ما لها حد، ما لها سقف أصلاً. فاكتساب الخبرات، التحاور مع ناس مبتعة، تعطيني إلهام إنه لازم أسوي شيء. يعني إذا كان الله سبحانه عطى طاقة لشخص معين، ما يمنع إن أنا أكون يمكن أملكها بس للحين ما اكتشفتها. فكلي أمل إن في يوم من الأيام كما تكرم هذه المبدعات سيدات المجتمع، أتمنى أني أنجز شيء الوطني وأكرم عليه. إن شاء الله إن شاء الله تستحقين التكريم أستاذة أفراح، وحبك لدعم المرأة وتشجيع المرأة، وهذه نقطة جدا مهمة أن المرأة تساند المرأة في المجتمع. وأنا لمستها يعني من خلال مقابلتي لكثير من الشخصيات النسائية، ودور المرأة لمساندة أختها المرأة شيء وايد مهم ومحفز، لأنها تشعر بنفس مشاعرها، تمر تقريبا بنفس ظروفها، نفس التحديات نواجهها أيضا في المجتمع وبشكل دولي أيضا. ودي أتكلم عن المفاجآت اللي بتسوونها هالسنة. يعني السنة اللي طافت كانت مفاجأة لكل المشاركات معاكم بأنكم قابلتوا ماما أنيسة وعرضتوا تقرير وكلمات مميزة منها. هالسنة شنو المفاجأة؟ المفاجأة راح تكون تقتصر علي، بحرقها شكلي أنا مفاجأة. لا مشكلة، أنا بعطي شوية هنت. هو الفكرة أيضا فيديو، أتمنى لأن فكرتي إعدادي وحتى السيناريو تم كامل بكلماتي المتواضعة. راح بشكل عام هو العنوان دور المرأة الكويتية خصيصا في المجتمع على مر السنين. كلمة مر السنين هنا الانطلاقة. فهذه العنصر المفاجأة، والمسؤولية الكبيرة اللي قاعدة أشوفها الحين بعيون كل الناس اللي ناطرة هالشيء، إن شلون راح أقدمه شخصيا كبنت كمهندسة، راح أدي كتقديم وتمثيل لهذا الشيء. هذا هو. يلا ناطرين إن شاء الله الأسبوع الجاي راح تكون الفعاليات معاكم في هذا اليوم المميز في تكريم المرأة وإبراز دور المرأة الكويتية في المجتمع. إيش كثر لمستي أستاذة أفراح حماس سيدات بالنسبة للمشاركات معاكم؟ ما شاء الله من كثر لستة الأسماء اللي اقترحناها باجتماعاتنا باللجنة التنظيمية كان يعني العدد كبير بشكل مو طبيعي. على ما يعني تتحكمين ان شلون اقسمه على فقرات، حاولنا ان نختار الابرز من البارزين. وهم بعد توافقا مع جدولهم، يعني الشخص ممكن يكون ملتزم في هذا اليوم يوم فعاليتنا، فالحمد لله ضبطت الامور. فالجدول ان شاء الله يعني تشوفونه ان شاء الله يكون حافل وممتع ومفيد. اختياركم لهذا اليوم يا تحديدا في شهر فبراير، هل الموضوع مقصود يعني مع الاحتفالات الوطنية تحتفلون أيضا بالمرأة الكويتية؟ أكيد، وحتى التاريخ 2/2/2020 تاريخ مميز للأمانة، وبنفس الوقت لسيدة مميزة برزت بمجتمعها الخليجي العربي المحلي، فتستاهل التميز. وكعادتها السنوية جمعية المهندسين وثقت أن نحتفل سنويا بيوم المرأة الكويتية خصيصا في فبراير. يتم تحديده على حسب ظروف الحجوزات والقاعات والأعضاء أيضا مشاركين معاكم. أكيد أستاذة أفراح عندك كلمة أخيرة حابة تقدمينها لكل السيدات اللي قاعد يتابعونا من خلال هذا اللقاء. بشكل عام ليس فقط لامرأة، أي إنسان عنده قدرة على العطاء لا تبخل لا على نفسك ولا على محيطك ولا على مجتمعك. هذا أول نقطة. النقطة الثانية كمستوى عام، إن الشخص سبحان الله إذا سعى راح يحصد يعني، وإذا تعب راح يجني كل هذا التعب. فالعطاء يعطيك بالنهاية فرحتك شنو لما تحصدين بالنجاح. فكلمتي حاب إنك توصل لشيء، اجتهد والتوفيق من الله. طبعا الواحد ياخذ اول خطوه في مسيره نجاحه ويتوكل على رب العالمين. شكرا لك استاذه افراح المطيري، نورتينا في شاي الضحى. يعطيك العافيه. مشكورين. ننتقل معاكم لفقرتنا الاسبوعيه، و
كانت لي رحلة مميزة إلى المملكة العربية السعودية، والتقيت بشخصيات نسائية عندها إنجازات في كل المجالات وعندهم عطاء كبير. كانت فعلا رحلة مميزة، ونقلت لكم تفاصيل كثيرة، تابعوها في فقرتنا الجاية. صباح الإنتاج، مثل ما وعدتكم في كل أسبوع راح أخذكم بطيارة شاي الضحى إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مركز بيادر اللي في مشاريع نسائية سعودية مميزة. اليوم تحديدا راح أسلط الضوء على مشروع مميز، هذا المشروع اللي عنده خط إنتاجي سعودي للأزياء الموحدة وللسبنير السعودي. تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها مع هذا اللقاء، تابعوه. مشروع رواق بيادر الأستاذة صفاء الأشكر. صباح الخير أستاذة، وحياك الله معنا في شاي الضحى. شكرا لك الاستضافة. أنا وايد مستمتعة وأنا أتمشى في المركز وأشوف هذه المشاريع المميزة، ولفت انتباهي مشروعكم، مشروع رواق بيادر. عطينا فكرة أكثر، وفكرة حق أيضا اللي قاعد يتابعونا في شاي الضحى، شنو هو مشروع رواق بيادر؟ مشروع رواق بيادر هو مؤسسة تنموية غير ربحية، وبما أنه تنموية في منها تمكين للمرأة وتجهيزها، وأن نمكنها شخصيا لكل سيدة سعودية عندنا نهتم بثقافتها قبل التمكين الاقتصادي. نعم. التمكين الاقتصادي ممكن هو وارد يعني عندنا في الصندوق، لكن طبعا التمكين الذاتي لها والمهارة بحيث أنها تنزل لسوق العمل وتكون جاهزة، بحيث أنها استغلاليتها لنفسها، اعتمادها على نفسها مهم جدا عندنا. طبعا يعتمد عليه بعد كذا التمكين الاقتصادي لها، لأنه لما تكون متمكنة ماديا اجتماعيا أسريا حيكون عطائها في العمل أكثر. طبعا. فهو الآن الحمد لله البنات متمكنة احترافية عندهم. نعم. صار عندهم مهنية عالية جدا. نعم. لأنه إحنا نوفر لهم في الصندوق، صندوق الأمير سلطان بما أنه أحد مشاريعه. نعم. نوفر لهم مشروع خاص، طبعا هو بالصندوق الأمير سلطان، نوفر لهم إحنا تدريب خاص باستمرار، تطوير للذات. أحيانا أثناء التوظيف تكون عندنا السيدات يا أما عندها مهارة أو تفتقد المهارة. نعم. إحنا هنا نحرص على الذات، تغذيتها ذاتيا، عشان أن يهمني لما تنزل لسوق العمل يكون لها احترام لمهنيتها اللي عندها. نعم. واستقلت بذاتها. نعم، ويكون عندها ولاء لهذه المهنة اللي صحيح. هي قاعد تمارسها. وإحنا هنا بروق طبقنا رؤية 2030 بأنه لكل مواطنة سعودية تكون تمكنت من الاحترافية وعندها مهنية جدا عالية بسوق العمل، لأنه مكناها اقتصاديا ومكناها برضو على الصعيد الشخصي لها. نعم، وما شاء الله يعني أنا لفت انتباهي يعني موضوع وايد مهم، إن في تركيز كبير على مهارات المرأة وتطوير هذه المهارات، وهذا الشيء أنا لمسته من خلال الخط الإنتاجي عندكم، من اختيار الماتيريال، الجودة الإنتاجية عندكم. فودي أتكلم أو أتعرف على الخط الإنتاجي عندكم في رواق بيادر. إحنا في رواق بيادر الحمد لله عندنا عدة تخصصات وما شاء الله بجودة عالية جدا. طبعا إحنا متخصصين زي ما قلت لحضرتك اللي هو زي الموحد، لكن نتميز أيضا بأنه عندنا دراسة للنسيج على حسب طبيعة العمل والعميل، انه ايش تكون نحتاج الماتيريال، كم مثلا 20%، كم مثلا نسبه قطن، كم. هذه البنات صارت عندهم فيها خبره. نعم. طبعا هم بالممارسه، بالتعود على العمل، بكثره الانتاجيه، العطاء
الدعم المستمر احنا لهم بالتطوير الذاتي ما شاء الله تبارك الله صاروا متمكنات، فنتميز احنا بهذه النقطه. ونفس الشيء غطينا كذا مشاريع، مشاريع خدميه، مطاعم، مستشفيات، فنادق، فالحمد لله عندنا هنا الاداره تحرص كثير على التسويق، على جودة العمل، لأنه نهدف بعد ما تكون فترة المتاحة للبنات السيدات السعوديات عندنا انتهوا فترة العمل وتكون تبغى تنزل لسوق العمل تكون متمكنة. نعم. متمكنة باحترافية عالية، فهذا نعم. أهم أهداف رواق بياتر. نعم. ذكرتي أن تختارون الأقمشة والأنسجة صحيح. على حسب طبيعة العمل، يعني صحيح. كل يونيفورم صحيح. لوظيفة الماتيريال يختلف من يونيفورم طبعا. لآخر طبعا. فودي أتكلم أيضا عن التصاميم. أنا لاحظت أن التصاميم فيها لمسات إبداعية فنية وايد حلوة، هل أنتوا تفرضون على العملاء اللي قاعدين يتعاونون معاكم كتصميم أنتوا تكونوا مصممينه، ولا في يكون مثلا تبادل في وجهات النظر؟ احيانا تكون العميل المتفضل جاينا يكون عنده خلاص هويته موجوده يعني الستايل تبعه موجود ما نقدر نغيره، زي ما حضرتك شفتي بعض مثلاً المطاعم مثلا الجهات اللي قاعد تعاونون معها يعني مثلاً. ما شاء الله احنا اشتغلنا مع نودل، اشتغلنا مع مطعم عندنا هنا بالشرقية مثلا زي ساجمينيا، عندنا مثلا شلمبرجر، احيانا عندي شغلات دعائيه مش بس يونيفورم لبس لانه احنا عندنا ورشه حرفيه تراثيه، وعندي كمان منجرة نسائية، عندي ما شاء الله البنات متخصصات زي ما حضرتك شفتي وحضراتكم شفتوا الأعمال الخشبية بعمل كل هالبنات كتصميم عمل تجهيز، بتكون أحيانا شغلات دعائية. لكن حضرتك اللي سألتي عنه بالنسبة للعميل، العميل لما يجيني إذا كان عنده طابع خلاص يعني تكون هو يبغى تطوير للمنتج عندنا مقدرة أن احنا أطور له المنتج يا إما أنا والبنات مثلا كتصميم، يا إما مثلا في تكنيك العمل، في تكنيك اليونيفورم أحيانا تغييرات بسيطة ترفع جودة العمل صح. وأحيانا لا تكون منشأة جديدة أكون متعرف علينا من الزيارات اللي يعطيهم العافية الصندوق مثلا دائما عندنا ما شاء الله البنات ما بيقصروا عندنا زيارات وبيتعرفوا على قسم رواق ويعجبوا فيه زي حضراتكم، فعلى طول مثلا ما بيجي بيكون مثلا يبغى نعمل له طابع جديد، ألوان جديدة، تصميم جديد، نكون طبعا لازم نكون على جلسة جلستين نشوف فكرة العميل يبغى يتوصل إلى إيش. اليونيفورم الخدمي أحيانا تعرف الآن ما شاء الله عندنا البنات بدأوا يشاركوا الشباب في نفس مجال العمل، فلازم نراعي في المواصفات بين السيدات وبين الرجال. نعم. فالحمد لله يعني متمكنين من هذا كله وإلى الآن ما شاء الله الكل مبسوط. ما شاء الله موفقين يا رب. حبيبتي أستاذة صفاء ودنا يعني نعرف لو بشكل مختصر خط سير الإنتاج عندكم من وين تبلشون وبشنو تنتهون؟ احنا زي اول مرحله تكون عندنا بعد ما يتشرف العميل عندنا نتعرف مثلا ياخذ كم من حقيته، طبعا انا لازم يكون شايف ان النماذج اللي احنا عاملينها هذا من باب التسويق والتشجيع للعميل، وانا يعني اضمن لك ان هم كلهم راح يتشجعون. الله يرضى عليك. فبالنسبه لما بيجي يشوفوا العمل وبيتشجع انا اول جلسه مثلا بنكون جالسين معه اسمع منه طبيعة العمل، خاصة ما تكون مثلا مهنة جديدة بالنسبة له أو خط إنتاج عنده جديد أو مشروع جديد يعني بشكل عام، أجلس معه في الأول نفهم فكرته الفكرة بتوصل. أحيانا نأخذ الألوان من اللوجو الخاص فيه علشان تكون خلاص يعني هوية المنشأة نفسها، نبدأ بالتصميم الأول نعمل له سامبل بس الاتفاقية ما شاء الله عندي مقدرة إنتاج، أنا حضراتكم شفتوا القص عندي صناعي بالإنتاج يكون أعداد كبيرة، فنبدأ المرحلة الأولى اللي هي القص والإنتاج، القص اللي بيشوفوها عندي، بعدها القص يروح إلى الإنتاج اللي هو التصنيع، بعد التصنيع يروح لمرحلة التشطيب والفينيشينج والخلاص والتغليف الذاتي. يعني بصراحة في إبداع كبير ولحد أنا في كل قسم في إتقان في أداء العمل لأن في توزيع للمهام صحيح. وهذا يعني سر من أسرار نجاح أي مشروع أنه يكون فعلا تعاون لكن كل شخص عارف بشنو يشتغل بالضبط. ودي أتكلم عن السوفينير اللي يعني وهذا الإنتاج المميز عندكم سوفينير سعودي، شلون جت الفكرة عندكم فإنكم تسوون هذا الخط في إنتاجكم؟ كانت فكرة أستاذتنا الله يعطيها العافية أستاذة هناء زهير اللي هي نائب الرئيس التنفيذي، إنه دائما تقول دائما الهدايا لما تهدى من أي فيها ميد إن شاينا من كوريا شيء زي كذا، تقول إحنا البنات قادرات، وكانت عندها دعم كثير للبنات وثقة
بالسيدة السعودية إنها عندها إمكانية، وفعلا البنات ما شاء الله لما جوا عندهم بداية جيدة وفرت كثير، وعلى مدربات وفرنا كثير مدربات متمكنات ما شاء الله دربنا البنات، هم ما شاء الله طوروا من ذاتهم لانتمائهم للمكان. يعني صندوق الأمير سلطان ورواق بيادر كان في انتماء جديد إن البنات حابينه، لأنه مكناهم اقتصادي ومكناهم على صعيد الشخصي، فأعطاهم الحمد لله ولاهم للصندوق اللهم لك الحمد، فمرة كان كويس. وزي ما شفتي حضراتكم بالنسبة للأعمال كانت تصميم على حسب المناسبة، وبدأنا بكذا مثلا منتج بكذا إشكالية، ولقينا قبول جديد، تشجيع من الشركات، بغض النظر يعني أحيانا ما نستهان بالعمل الصغير، يكون في مثلا عطاء أكثر، عمل أكثر، كهوية أكثر، لكن ما شاء الله تبارك الله بكذا هدايا دعائية. نعم. بالنسبة للمناسبات تراثية، مناسبات وطنية. نعم. الحمد لله يعني. وأيضا دخل جانب الريسايكل عندكم في الخشب. أي. صحيح. وهذه من الأمور المميزة عندكم، وأنا لمست بصراحة حب البنات عندكم وشغفهم في العمل والإنتاج السعودي، ويعني كوني أنا خليجية فخورة جدا فإنه يكون عندنا هذه الإنتاجية السعودية من سيدات، يعني من الألف للياء، يعني كل شيء قاعد تشتغلونه بأيادي سعودية، وموفقين إن شاء الله. الله يرضى عليك. وايد سعيدة بلقاء الأستاذة صفاء. أنا شرفتونا. أهلا وسهلا. ما شاء الله تشوفوا لي أجمل من كذا إن شاء الله السنوات القادمة. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. نرجع لاستديو شاي الضحى ونستكمل معكم فقراتنا، أكيد في الاستديو عندنا فقرات وضيوف مميزين أيضا. رجعنا من بعد إنجازات المرأة السعودية إلى إنجازات المرأة الكويتية، مبادرة جميلة تقوم فيها الفرق التطوعية الكويتية، واليوم لنا مقابلة راح تكون إن شاء الله مميزة مع فريق إيجابية الكويتي، راح نتكلم عن أهدافهم التطوعية وتوعية المجتمع عن أضرار البلاستيك، تفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها مع ضيفاتي اللي منوريني في الاستديو، لكن قبلها تابعوا معنا هذا التقرير. الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالأعمال التطوعية والإنسانية ساهمت في تطوير المجتمع، ولنا الفخر اتجاه مواقف قائد الإنسانية سمو أمير البلاد واللي جعل الكويت مركز للعمل الإنساني، وهذه الأعمال التطوعية الإنسانية تساهم في تطور المجتمع وتكسب الشباب مهارات جديدة تدعم الجهود التطوعية اللي تحقق نتائج على مستوى المجتمع وصولاً إلى التنمية البيئية المطلوبة وخلق جو إيجابي بين الناس. ودائماً العمل التطوعي ينشر ويزيد عمل الخير والشعور بالمسؤولية ودعم وتحسين المجتمع وحماية الشباب لخدمة هذا المجتمع وخلق جو إيجابي بين الناس، وهو مقياس لرقي كل مجتمع. رجعنا معكم مع ضيفاتي المنورين في الاستديو، الأستاذة نرجس الشطي رئيس فريق إيجابية كويتية التطوعي. صباح الخير أستاذة. صباح الخير والنور بهالجو الجميل البارد. ووجودك معنا أكيد راح يحل الجو ويحل السوالف. شكرا. وأيضا معنا الأستاذة لمياء الحنيان أمين سر فريق إيجابية كويتية التطوعي، حياة إن شاء الله معنا. الله يحييك. في جاي الضحى إن شاء الله. ويا صباح الإيجابية، ومن خلالكم أكيد راح نستمد الإيجابية في معنى العطاء والتطوع. ودنا في البداية أستاذة نرجس نتعرف على فريق إيجابية كويتية التطوعي، شنو هو هذا الفريق؟ طبعا أنا سعيدة أولا موجودة هني، وأحب أنتهز الفرصة بما أن احنا اليوم أمام هذه الشاشة وموجودين في كل بيت، خلينا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات باسم الفريق باسم الشعب الكويتي لحضرة صاحب السمو الوالد القائد حفظ الله، وإن شاء الله ربي يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية
وإلى عضيدة وللعهد الشيخ نواف الأحمد، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، نقول لهم كل عام وانتم بخير، وخصوصا احتفالات العيد الوطني لازم تكون احتفالات متميزة وفيها عطاءات. فطبعا فريق إيجابية كويتية إن شاء الله اليوم يبث شيء من الإيجابية للمجتمع الكويتي، من وأنا أعتبرها هذه من ضمن احتفالاتنا بالعيد الوطني. طبعاً فريقنا فريق من ضمن الفرق اللي بصراحة أو من أوائل الفرق لما فكرت وزارة الشؤون، وهذه تعتبر من البرامج أو الأفكار اللي يعني متطورة ومتقدمة، إن وزارة تتبنى المتطوعين تحت مظلتها. فهذه الفرق عملت الكثير. فريقنا نشأته في 2014 مع توقيع بروتوكول أول مدينة صحية بالكويت، وكان هذا أول حافز لنا أن احنا نشتغل بهذا العمل. فطبعا شكلنا فريق، ويمكن فريقنا مختلط حريم وريايل، ولكن نسبة النساء أكثر في هذا الفريق، وكلنا كنا متجهين إلى أن نعمل على ارتقاء والنهوض في مناطقنا، ومن خلالها نرتقي في دولتنا الحبيبة الكويت. فطبعا كانت لنا برامج وايد، برامج توعوية بالمدارس، برامج توعوية في بالنسبة للتلفزيون الإذاعة، يعني إحنا وجدنا الحمد لله دعم إعلامي كبير من وزارة الإعلام من خلال البرامج، من خلال حضورنا الدائم في المعارض اللي هي تشكلها، بجانب تولينا بعد بصراحة اهتمام كبير من المحافظين في ذاك الوقت. يعني وجودنا لما بدأ فريقنا كان مع بداية تشكيل أول محافظين في عهد الشيخ محمد الخالد، وبصراحة كل المحافظين تبنوا فريق إيجابية ليه هدف الأساسي بأنه يرتقي بالمناطق الكويتية، وارتقاء المناطق هو ارتقاء بالمحافظات طبعاً. وصراحة وجدنا التعاون اليوم طبعا وإحنا نحتفل فيه. نعم، ودائما يعني الاحتفال أنا أقول إيه من خلال الإنجاز والعطاء. نعم. لهذا الوطن. أستاذة لمياء، أنا ودي أتعرف أكثر معك عن أهداف الفريق، يعني أكيد لكم أهداف كثيرة في يعني الارتقاء في المجتمع والارتقاء أيضا في المناطق وتشجيع الناس على هذا العطاء المميز. بالضبط، إحنا أهداف الفريق مثل ما قالت الأخت نرجس الارتقاء في المجتمع، وخصوصا من النواحي البيئية، عدة أنواع طبعا: البيئة الصحية، البيئة الاجتماعية، البيئة الثقافية، البيئة الاقتصادية للمناطق، ونحاول نشجع الشباب والشابات في المناطق للتطوع. طبعا التطوع مثل ما نعرف هو جزء من أجزاء العطاء للوطن وحب الوطن، فهذا احنا نحب نغرسها في شبابنا، في بناتنا، في متقاعدين بعد طبعا، في كل فئات المجتمع يشاركون في الارتقاء بالمجتمع نفسه. نعم. طبعا المجتمع لا يرتقي الا بسواعد ابنائه طبعاً. الا بسواعد ابنائه وثقافه ابنائه وتعاونه وعطائه، هني بكذي يرتقي عندنا المجتمعات طبعا. وعلى فكره الدول الثقافيه ترتقي بكثرة الفرق التطوعية فعلا، وإحنا الحمد لله إحنا الحمد لله ما شاء الله منتشرة الفرق التطوعية بالكويت، نشوف متبنينها بعد والحكومة مو مقصرة متبنية، في وايد عندنا مؤسسات، في وايد عندنا جمعيات متبنية الفرق، واحدة منهم وزارة الشؤون، وعندنا مركز التطوعي، وعندنا وايد فرق تطوعية، فهذا دليل ما شاء الله ثراء. نعم ثراء طبعا، ثراء حق ثراء والعمل التطوعي حق الكويت. أستاذة لمياء، ذكرتي نقطة يعني المتطوعين، وأيضا من خلال يعني جميع شرائح المجتمع وخاصة المتقاعدين اللي لهم دور كبير أنا قاعدة ألمسه من خلال عطائهم في الفرق التطوعية، لأن هم يعني عندهم هذه الخبرة وعندهم الثقافة وعندهم معنى العطاء الحقيقي من خلال خبرتهم. في كل شخص فيهم عنده أكيد خبرة كبيرة، خبرة في الحياة، خبرة في مجال عمله، فحلو أنه يستثمر هذه الخبرة ويعطيها لهذا الوطن ولكل المجتمع من خلال الفرق التطوعية.
واليوم انتم من خلال حملاتكم عندكم يعني حمله وايد مميزه، ودنا نتكلم عنها استاذه نرجس بشكل تفصيلي اكثر، التوعيه باضرار البلاستيك. البلاستيك احنا طبعا لما جينا نفكر في ان احنا شلون ننظف، خلينا نقول ناخذها على سبيل المثال الشواطئ، احنا صار عندنا وايد مشاكل في الشواطئ من فترة كبيرة، نفوق الأسماك ومن الدراسات اللي صارت بالكويت إن هناك في أشياء غلط داخل البحر، من ضمن هالأشياء التي سببت هذه المشاكل اللي هي أكياس البلاستيك. شلون جت البلاستيك؟ طبعا أكياس البلاستيك الناس اللي أتي تستمتع في هذا الشاطئ بعد ما يأكلون أكلهم، في ناس بين بيش يقطون الأكياس بالقمامة، في ناس لا يرمون يقطونها بالبحر للأسف. فهذا الشيء يعني أنا شايفته بعيني، يحطون أقراضهم ويقطون الكيس داخل البحر مفكرين أن هذا الكيس بيتحلل، ما يدرون أن هذا الكيس إيش كثر راح يدمر قاع البحر وإيش كثر راح يدمر حتى الأسماك. يعني إحنا معانا في 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 الفريق واحدة بيئية بالنسبة للأحياء المائية، تقول أكثر أسباب اللي هي اللي تأثر على البحر. نعم، وتلوث البحر. إيه أو تأذي البحر اللي هي الأكياس القمامة، اللي بعد هم بعد مو بس من الناس على البحر، الناس اللي يروحون الصيادين وهذولا، تعرفين بين وبينك أكثر صيادين السمك يمكن قليلية الثقافة في هذا الأمر، فيأخذون الكيس ويقطونه بعد ما يأكلون يحطون فيه أقراضهم يقطونه بالبحر على بنا خلاص، راح ما يدرون إيش كثر مضارة. بجانب أن الأكياس هذه البلاستيك ما تتحلل حتى لو حتى اللي يقطونها بالزبالة، يعني الأهالي يحطون فيها أقراض ما يدرون أن هذه الأكياس لما تتجمع لو راح يودونها للمدافن ما تتحلل، ما تتحلل حتى مع التربة. شيء ثالث، الأكياس حتى إحنا بنوعي ونقول حق كل أم، أنتم مستأنسين أن الجمعية تعطيك كودة أكياس، هذه الأكياس اللي أنت تأخذيها من الجمعية لو ربطيها مع بعض وبروحها تتواكل وتطلع غاز، يعني هذا آخر شيء اكتشفوا أن نعم. الأكياس بروحها تطلع غاز مثل أي مادة ثانية مصنعة، وأخسام ممكن يكون غاز إيه مثل الميثان، مثل الميثان، ما تشوفين أنت لما تقربين يمها نار شلون تشب صح. فإحنا عشان كذي هدفنا اليوم في حملتنا أن نوعي داخل البيت، نوعي الشارع، نوعي الناس أن ترى هذه الأكياس. وبعدين إحنا لو رجعنا إلى قرارات الأمم المتحدة من سنة 2000 أقرت قرار عالمي بحيث أن جميع الدول في العالم تبطل من أكياس البلاستيك له. إحنا لو رحنا أي دولة خلينا نقول العالم الثالث، لا نأخذ العالم المتحضر، أو خلينا نقول عندنا الدول خلينا نقول بنغلاديش، نعطي مثال لبنغلاديش، بنغلاديش مانع منعاً بات انك تستخدمين البلاستيك. الهند، انا كنت بالهند دخلت محل حط لي الاغراض بكيس ورق، قلت له ابي كيس بلاستيك، قال لي لا ممنوع لو يشوفون عندي البلاستيك. فاذا هذا القانون يمكن تطبق بدول، بالكويت كان المفروض يتطبق من 2000 ما طبقوا الكويت. انا قبل فتره سمعت ان في احد المراكز التجاريه والأسواق الخاصة يعني في البيع الأغذية امنعت كياس البلاستيك، لأن قرار هذا قرار قديم إحنا اليوم قاعدين نفعله. حلو. فإحنا قاعدين نقول وبصراحة أنا إذا بتكلم يعني إحنا بدينا حملتنا في معرض حلو. في من خلال مشاركتنا بأحد المعارض مع بداية تعيين وزير وكيل الشؤون، فمر علينا وشاف الحملة وإحنا قاعدين نتكلم عنها، كان يقول اعتبروني أنا أول متطوع معاكم. حلو. قلت له بس تكون صادق تنفذ لنا اللي نبي، قال نبي إحنا أنتوا تحت يدكم اتحاد الجمعيات. نعم. فخلينا نشتغل مع اتحاد الجمعيات، قال باكر أخاطبهم لكم. نعم. وفعلا ما قصر، اتصل ورحنا لاتحاد الجمعيات وقابلنا نائب الرئيس، وبصراحة أنا يعني أحييهم اليوم إحنا أمام هذا إن رافعين إيدهم الثنتين
يبون يشتغلون معانا، وإن شاء الله راح نوقع معاهم بروتوكول. هذا البروتوكول بروتوكول التعاون، بأنهما راح تنعمل حملة بعد يمكن أكثر. نعم. طبعاً أهما الأقوى. نعم لا. نعم أستاذة نرجس، يعني أكيد هذا الاهتمام الكبير لحملتكم التطوعية في رسالة كبيرة للمجتمع، وفي قضية أنت وقاعد تتكلمون عنها، قضية نعم. بيئية، قضية صحية تخص يعني البيئة وتخص الإنسان أيضاً. فبلا شك أكيد هذا التفاعل يا في مكانه من كل المسؤولين لدعم حملتكم التطوعية. أستاذة لمياء، ودنا نتكلم عن البديل. يعني أنا اليوم قاعدة أشوف في الاستديو عندنا أكثر من نوع من أكثر من تشيز، فكل نوع شنو وأي نوع أفضل بالنسبة لكم غير البلاستيك؟ بالنسبة للبديل طبعا البدائل هذه موجودة. إحنا لو نروح الدول الأجنبية دول نعم. أوروبا ترى من 10 سنين لما نروح الجمعية يعطونا الكيس بفلوس إذا تبين الكيس النايلون أو شيء. ليش؟ ترى مو لأن عارفين مخاطر، بس قاعدين يقننون منه. نعم. ويمكن قاعدين يستخدمون بعد الأكياس النايلون اللي هي صديقة للبيئة. نعم. مثل هذا كيس نفس الكيس مال الجمعية، هذا حق أغراض خفيفة، هذا يذوب بالماء سهل الذوبان بالماء بالمطر، إذا بالبيئة إذا راح بالصحراء بالبحر يذوب. نعم. ما في مشاكل. ممكن أشوفه يعني شو ممكن متكون من نشا. شلون ممكن أنا أعرف إن هذا الكيس بلاستيك بس صديق للبيئة؟ هل في مثلا علامة معينة؟ في علامة معينة، علامة أتوقع الأوراق اللي هنا. بالضبط إنه هو صديق للبيئة. بالضبط صديق للبيئة. وبعدين هذا يتحلل. حلو. يعني أنت حطيه بالماء تشوفين التحلل، لأنه مصنوع من مادة النشا. نعم. من النشا وبطريقة، وهذا ترى منتج كويتي. نعم. يعني شباب كويتي موجودة. برافو. الشركات هذه موجودة يعني موجودة هالأكياس، وبعدين مو بصعوبة يعني شركة اللي تنتج البلاستيك اللي مو صديق للبيئة والبلاستيك الصديق للبيئة سهلة. نعم. يعني بس إحنا ضروري نتواصل معهم تعطونا رقمهم. صراحة برافو عليهم، صراحة شباب مو بس أكياس، حتى المواعين الديسبوزل مو كانت تنعمل من بلاستيك، الحين كلها مسوينها من مواد صديقة للبيئة بحيث ان حتى اللي يستخدمها ما تأثر عليه. نعم. وبصراحة انا حبيت يعني اشجعهم واقول ان احنا وهم معانا. نعم. يعني حلو. وهذا النوع حق الثاني الجمعية، والله حتى شكله حلو، احلى من البلاستيك. اي والله تشيلينه شوفي ايش حلو، شكله مميز. وشيل تستخدمين اكثر من مره تحطينه، بس تحافظين على شكله صدق مميز. بدل لا تشيلين 4 أكياس 5 أكياس شكله حلو. وفي عربانة حق الجمعية. نعم. في القماش نوعية القماش، وفي النوعية الورقية هذه كلها صديقة للبيئة. أوكي. كلها صديقة للبيئة، وكلها إذا بنرتبهم من 1 إلى 4 أنواع تقريبا عندنا. بالضبط عندنا أنه أفضل لأنه يتحلل. هذا عملي، يمكن هذا عملي أكثر هذا من عملي مرة. وإحنا قاعدين نقول الجمعية الاتحاد يسوي منهم ويوزعهم إن شاء الله، وهذه الفكرة مالتنا أنها تتوزع على البيوت، نقول كل بيت تعطيهم دستة. نعم. ويخلونها بسيارة. صح. وهي نازلة تشيلهم معاها وتحبيهم، تقدر تستخدمهم باستمرار. إحنا في نفس الوقت إحنا هم الحملة القضية على شيئين، هي النفايات راح تقل عندنا النفايات طبعا، زائد التلوث البيئي. نعم. تلوث البيئي احنا مثل ما قلنا الاكياس البلاستيك والبلاستيك العموم. نعم. بالعموم، بس احنا الحين مركزين على الاكياس البلاستيك، هي مع الـ لما تحترق بالمحرقه. نعم. تطلع غازات سامه طبعا، هذا تلوث البيئه وتلوث صحه الانسان. نعم. وثبت انها تعرض صحه الانسان للخطر. نعم. فهذا هو البديل الناجح عن اكياس البلاستيك، وان شاء الله حملتكم تنتشر اكثر، والتوعيه طبعا، وان المجتمع يوعى بهذه الثقافه. قرار من مسؤول بصراحه. نعم. التوعيه موجوده، والدول سبقتنا في ذلك. نعم. دول وايد عديده سبقتنا من 2000. حتى السعوديه، حتى مصر، حتى المغرب، دول افريقيا كلها الحين متجهه، يعني مسوين حرب ضد البلاستيك. نعم. احنا كنا قزو بلاستيك. لا اكيد من خلال حملتكم راح يتم تفعيل هذا الموضوع، وتنشرون من خلال دوركم في الحمله تنشرون هذه التوعيه وهذه الثقافه. لازم شوفي ايه هو الهدف بعد، ان مسؤولين الدوله يدعمونا. يعني الحين هذا العمل المفروض وين يكون
تنشرينه بالمدارس. صح. فلازم تتاح لنا فرصة أن احنا نروح نراوي طلاب المدارس طالبات المدارس، لأن هي اللي تنقل هذه الفكرة بعد. نعم. لبيتهم. نعم. الوقت معكم ما شاء الله أستاذة نرجس أستاذة لمياء طاهر، لنا إن شاء الله لقاءات قادمة معكم ونشوف الأصداء من بعد هذه الحملة إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نرجس وشكرا لك أستاذة لمياء، يعطيكم العافية. بكذي نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم شاي الضحى. أترككم بحفظ الله ورعايته وأقول لكم مع السلامة.